أتساب على هذا السؤال الوجيه، وأقول أن قطاع التربية الوطنية جاهز لاستقبال ما يقارب 12 مليون تلميذ وتلميذة في هذا اليوم، وتحضير الدخول المدرسي شرع فيه ابتداء من شهر نوفمبر 2023، وتحضير الدخول المدرسي لا يقتصر على قطاع التربية فقط، لكن هي كل حكومة تشتغل وتحضر للدخول المدرسي والدخول الاجتماعي، ونحن جاهزون وسيلج إن شاء الله أبناؤنا في هذا اليوم مقاعد يعني مدارسنا ومقاعد دراسة. بالنسبة للولايات التي لحقت بها أضرار، يعني مؤسسات التربوية التي لحقت بها أضرار جراء أمطار غزيرة، أطمئنكم أن الحكومة قامت بكل الإجراءات لإعادة تأهيل بعض المؤسسات المتضررة، وفي هذا اليوم كل الولايات وعلى رأسها ولاية بشار، ولاية نعامة خاصة في عين صفرة، ولاية بلعباس، ولاية بسا وبعض الولايات الأخرى، كل المؤسسات هي تمت إعادة تأهيلها، وهي اليوم تستقبل كل أبنائنا ما عدا مدرسة ابتدائية واحدة في بلدية الدبدبة، مدرسة السادات الشيخ، التي تم تحويل أبنائنا منها لأنها أصبحت خارج الخدمة ووضعت تحت تصرفهم مدرسة مجاورة، ولا يوجد أي إشكال، وكل أبنائنا دون استثناء وكل مدارسنا دون استثناء هي وظيفية فيها اليوم، وسيدخل أبنائنا إن شاء الله هذه المؤسسات، وهنيئا لرجوع أبنائنا إلى مقاعد الدراسة. شكرا لكم. بالنسبة للشروع في إعادة النظر في البرامج التعليمية تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شرعنا فيه بإحكام وبدراسة، ونحن نطبق برنامج السيد الرئيس بالاستناد كذلك إلى مخرجات العمل الكبير والجبار الذي يقوم به المجلس الوطني للبرامج، الذي هو يتكون من خبراء في التربية، من أساتذة، من مفتشين، من باحثين جامعيين، من أساتذة، وهو كذلك تشكيلة هذا المجلس فيها مؤسسات عندها علاقة بالبرامج كالمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية الأمازيغية والمعهد التابع لوزارة المجاهدين، هي كلها مركبات وأجزاء من هذا المجلس تساعد على صياغة وبناء برامج تفي بالغرض المطلوب، تحافظ على الهوية الوطنية وترقيها وتدعمها، وتعمل على صنع أجيال متشبعين بالقيم الوطنية، بالثوابت الوطنية، وبأخلاق المجتمع الجزائري. وبالتالي فبالنسبة لهذه البرامج شرعنا في التعليم الابتدائي، والمواد التي لم يتم حذفها لكن تأجيلها هي بالنسبة للطور الأول في التعليم الابتدائي المتكون من السنة الأولى والسنة الثانية من التعليم الابتدائي، تم تأجيل مادة التربية المدنية والتربية العلمية إلى مستويات لاحقة في التعليم الابتدائي في الطور الثاني من التعليم الابتدائي. في المقابل تم الاستزادة في المواد، يعني المواد الفنية، وكذلك يعني النشاطات الفنية. والنشاط الفني ما هو النشاط الفني؟ النشاط الفني يتكون من ثلاث أجزاء، هو فيه أشغال يدوية، فيه أنشطة يعني فيه الرسم، وفيه الموسيقى. كل واحدة منها كانت تطول مدة يعني أسبوعين، مدة 15 دقيقة، يعني في المحصلة 45 دقيقة. الآن أصبحت هذه النشاطات مدتها يعني ضاعفنا مدتها لتصل إلى 90 دقيقة. كذلك التغيير طال مادة التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي،
الحجم الساعي الأسبوعي للتربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي انتقل من ساعة إلى ساعتين، يعني تم إضافة ساعة كاملة. ويعلم العام الخاص ما هي فوائد التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي وفي التعليم وفي كل المجالات. فمن تداعيات إيجابية لهذا التغيير هي الحفاظ على صحة أبنائنا ومحاربة السمنة في الوسط المدرسي، وكذلك الانتقال بالزمن المدرسي الأسبوعي للأنشطة من 7% إلى 20%. تمت إضافة كذلك لتدعيم تدريس الرياضيات في الطور الأول من التعليم الابتدائي، تدعيمها ب30 دقيقة للأنشطة الرياضيات. هذا بالنسبة للتعليم الابتدائي. أما المستجدات في الابتدائي فأنتم على علم أننا في هذه السنة إن شاء الله سنعمم التعليم التحضيري كما سبق في سؤال سابع، سنعمل على إتاحة هذا النوع من التعليم ما قبل المدرسي إلى كل طالبيه من الأولياء. ربما في بعض الأحيان لا تكون المدرسة بجوار المسكن، لكن هناك فرصة تتاح للجميع لكي يستطيع الأولياء تسجيل أبنائهم في هذا التعليم التحضيري. كذلك بالنسبة للتسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وبعد رقمنة هذا الإجراء في هذه السنة، فتجاوزنا المؤشر الوطني للمتمدرسين في السن الإلزامية للتمدرس، وسنتتبع أبناؤنا على قلتهم ممن لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة، وسنفعل الإجراءات القانونية والنصوص القانونية ذات الصلة مع الجهات الإدارية المعنية لحمل هؤلاء وحمل أوليائهم للإقبال على الدراسة. شكرا. C'est Maya Likens, journaliste à la radio G. Donc, pouvez-vous nous préciser le processus de l'examen d'évaluation des adjoints qui a débuté en cinquième année, et on a eu, vous avez constaté qu'il y a eu des résultats satisfaisants. Est-ce qu'on va se généraliser sur tous les cycles du primaire, c'est-à-dire première, deuxième et troisième? Merci beaucoup. Merci madame. إذن بالنسبة لامتحان تقييم المكتسبات، شكرا على سؤالكم الذي يعطيني الفرصة للحديث عن مستجد بالنسبة لامتحان تقييم المكتسبات في مرحلة التعليم الابتدائي. إلى غاية السنة الماضية كان الامتحان ينظم في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وهذا الامتحان رأى العام الخاص ما جاء به من إضافة إلى النظام التربوي الجزائري وما قدم من تحسينات ومن تطور في نتائج السنة الأولى من تعليم المتوسط. لاحظنا بالبينة وبالدليل وبالبرهان أن هذا الامتحان فتح أعيننا وأعين الأولياء على الاختلالات والنقائص والشوائب التي يمر بها ولا نعلمها ولا نعرفها أبناءنا من السنة الخامسة ابتدائي السنة الأولى متوسط. والمعالجة التي نقوم بها على ضوء نتائج هذا الامتحان أدت إلى تحسن نتائج السنة الأولى متوسط، والشروع في تقليص عدد معيدي السنة في السنة الأولى من التعليم المتوسط التي كانت تشهد أكبر نسبة لإعادة السنة. استزادة في هذا وذهابا يعني إرادة إلى اكتشاف مبكر لهذه النقائص، سيتدحرج هذا الامتحان إلى الأطوار كما تفضلتم. إذن ينظم امتحان تقييم المكتسبات على مستوى أطوار التعليم الابتدائي، وتحدث أن هناك 3 أطوار في التعليم الابتدائي. هناك الطور الأول هي السنة الأولى والثانية، هناك الطور الثاني هي السنة الثالثة والرابعة، والطور الثالث هي السنة الخامسة. سيكون امتحان تقييم المكتسبات لكل نهاية طور. لماذا؟ للاكتشاف المبكر للاختلالات ولعلاجها في وقت مبكر، لكي وهذا يرمي كذلك إلى تخفيف امتحان تقييم المكتسبات في السنة الخامسة الذي هو يأتي حاليا لتقييم السنوات الخمس، لكن سنقيم السنتين يعني الأولى والثانية في أوانها، ثم السنة الثالثة والرابعة في أوانها، والسنة الخامسة. وهذا سيعطي المزيد من التحكم والمزيد من اكتشاف النقائص والمزيد من علاج كل الاختلالات.
السلام عليكم. السلام. عبد الله بلغبي من قناة النهار. مع الوزير يعني كان في عدد الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم مؤخرا. هناك في جديد حول القانون الأساسي. شكرا. الأساتذة المتعاقدين على كل حال تم توظيفهم واستلموا مقررات تعيينهم على سبيل التعاقد في مؤسستهم. احنا في قطاع التربية الرهان الأول والالتزام الأول هو عدم السماح بوجود أفواج تربوية بدون تأطير منذ اليوم الأول من الدخول، وهذا ما سهرنا عليه وهذا ما أديناه، و إلى غاية اليوم كل أفواج التربوية بدون استثناء لها مؤطرها في كل المواد وفي كل المراحل التعليمية. الجزء الثاني تاع السؤال تاعك وشي؟ القانون الأساسي بطبيعة الحال هو إن شاء الله سيصدر كما أمر السيد الرئيس قبل نهاية السنة الحالية، وسيأتي بالكثير من المكتسبات لكل موظف القطاع، و سيعطي مشهد آخر وسينتقل إلى مستوى آخر لأداء المنظومة التربوية في الجزائر، وسيضع المربي في المكان اللائق به والذي يريده السيد الرئيس لكل مربي في هذا البلد. ملف؟ نعم. جديد في هذا الملف جديد في اي امر التوظيف؟ هناك طريقتان للتوظيف، هناك توظيف عن طريق التعاقد وهو يتم عبر عقود محدده في الزمن ويقال ان العقد شريعه للمتعاقدين، وهناك التوظيف النهائي الذي لابد من ان يمر على مسابقات توظيف، وهناك التوظيف الاصح والتوظيف الذي هو اولى في قطاع التربيه هو توظيف خريجي المدارس العليا للاساتذه الذين لهم كل الاولويه في التوظيف في قطاع التربيه لانهم تم تكوينهم لهذا الغرض وتلقوا اضافه الى التكوين الاكاديمي تلقوا تكوين بيداغوجي تكوين نفسي لحسن التكفل بابنائنا. ولدينا من هؤلاء بعنوان سنة 2024 عندنا 5465 متخرج من المدارس العليا للأساتذة لمختلف المواد والمراحل بعنوان جوان 2024 تم تعيينهم كلهم بدون استثناء، ورأيتم أنه منذ سنوات لم يبقى مطروح لم نبقى أو نبقي على فوائد من خريجي هذه المؤسسات، ولهم كل أولوية في التوظيف في قطاع التربية وهم يوظفون مباشرة لأنهم لديهم التزام مع يعني كالتزام مشترك بين وزارة التربية وهؤلاء عبر المدارس العليا للأساتذة التابعة للتعليم العالي والبحث العلمي والذين تكونوا من أجل التربية الوطنية. ماشي مدام، بالنسبة لإصلاح مستمر والكثير من العمليات هي محضر لها إن شاء الله بعنوان هذه السنة الدراسية، ومن أكبر ملفات هي رقمنة إجراءات اجتياز البكالوريا وكل ما هو على علاقة بتنظيم البكالوريا إجرائيا. تعلمون أن البكالوريا هو امتحان وطني مهم جدا وله وزن كبير في المجتمع الجزائري، وتعلمون كذلك أن مدة الامتحان تدوم 5 أيام تعبأ لها كل أجهزة الدولة الأجهزة الإدارية الأمنية الدوائر الوزارية. فرقمنة هذه الإجراءات ورقمنة تنظيم هذا الامتحان ورقمنة إيصال المواضيع إلى مراكز الإجراء بأقل تكلفة وبأقل جهد وبأكثر أمان كلها هي أمور سنقوم بها لصالح الامتحانات المدرسية الوطنية، وسنشهد مباشرة في امتحان البكالوريا. صباح الخير.
معالي الوزير نقسم الدراسي الجديد شهد فتح العديد من المؤسسات التربوية وسعي منها للسفير عجز القائم. فتحت وزارة التربية منصة التوظيف بالتعاقد. معالي الوزير أين وصلت العملية؟ كيف جرت العملية بشكل عام؟ وهل هناك مساعي من الوزارة الوصية لإدماج الأساتذة المتعاقبين؟ سؤال آخر لا تفضل طرحه ولو سمحتم يتعلق بتقييم المكتسبات في الطور المتوسط، كيف تتم العملية؟ شكرا سيدتي. بالنسبة لسؤالكم الأول، التعاقد تم تنظيمه بإحكام، وهناك لأنه قبل أن نقوم بتعاقد هناك عمليات كثيرة نقوم بها، لأنه هناك تسيير مسارات، هناك حركة أساتذة، الحركة النقلية، هناك دخول وخروج، هناك تكفل، هناك إجراءات كثيرة تم تسويتها قبل الذهاب إلى التعاقد، لأن الأولوية للموظفين الدائمين. هناك توظيف كذلك خريجي المدارس العليا للأساتذة، وقلت لكم أن العدد بلغ أكثر من 5000 متخرج، من 5465 متخرج تم التوظيف، يعني تم تعيينهم كلهم، وبقية المناصب الشاغرة تم التوظيف عليها للمتعاقدين، وحافظنا على المتعاقدين الذين بقيت مناصبهم شاغرة على أماكنهم. أولئك الذين ذهبت المناصب التي عملوا عليها في السنة الماضية ذهبت في إطار التسيير العادي للمسارات التي ذكرتها، حاولنا قدر الإمكان أن نضمن لهم أماكن للعمل في مؤسسات أخرى بقيت بها مناصب شاغرة، وحتى بالنسبة لفئة أخرى التي لم تبقى مناصب شاغرة أعطينا فرصة للذهاب إلى طور أدنى أو أعلى، وتم التكفل بالجميع. توظيف في قطاع التربية سيدتي المحترمة، وأعيد ما قلته للسيدة الفاضلة، يتم بالأولوية عبر يعني بتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة، ثم بعد ذلك توظيف عن طريق إجراء مسابقات على أساس اختبار أو على أساس شهادة. أما التوظيف عن طريق التعاقد فهو يعني توظيف محدد في الزمن، له بداية وله نهاية، والعقد شريعة المتعاقدين كما قلت للزميلة المحترمة. شكرا. تفضلي. مرحبا. الزول فيما يخص يعني برنامج الاسكندرية، يعني هو وزن تخفيف محفظة، يعني هل تم تعميم لوحة رقمية على جميع المدارس؟ شكرا. هذه النقطة بالذات سيدتي هي تحظى باهتمام كبير السيد الرئيس، وشرعنا منذ يعني أكثر من سنتين تنفيذا لما أقره السيد الرئيس في تخفيف المحفظة بمقاربته بمؤليات مختلفة. تم تنويع سبل تخفيف المحفظة، وشرعنا في تجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الرقمية، وفي هذا الموسم وفي هذا الدخول المدرسي تم تجهيز 1700 مدرسة ابتدائية باللوحات الرقمية، والعملية منتهية، وهذه اللوحات هي في مدارسنا وفي تناول أبنائنا ابتداء من هذا اليوم الأول من الدخول، ليبلغ العدد الإجمالي للمدارس الابتدائية التي هي مجهزة إلى غاية اليوم باللوحات الرقمية قرابة 5000 مؤسسة. وأمر مؤخرا السيد رئيس الجمهورية باستكمال المجهود وبالعمل حثيثا لتجهيز كل مدارسنا بهذه اللوحات. تعلمون أنه عدد المدارس الابتدائية فوق 20,000 مدرسة ابتدائية، وهو مجهود مالي ومادي كبير، لكن كما قلت دائما الدولة هي سخية على المدرسة وتعطي الأولوية للمدرسة، ولمنة على أبنائنا، وسنصل إن شاء الله إلى تجهيز كل المدارس الابتدائية تباعا وفق ما أقره السيد الرئيس. الوزير هناك بعض المشاكل يعاني منها الأولياء وحتى التلاميذ في عملية التكوين
العديد من الأولياء لم يتمكنوا من تحويل أبنائهم، لم يتمكنوا حتى اليوم من الالتحاق بالمدارس. العديد من الأولياء عند دخولهم في فضاء الأولياء هناك بعض يكون تقول لهم بأن القرار سنبلغ بكم يوم 24 هذا الشهر، مع أنه تعاملنا مع هذه الحالات. هناك مشكل آخر مع المدرسين، تتكلمون عن الإصلاحات في مختلف الأطوار التعليمية. التعليم الثانوي مهم جدا، أبدأنا في البكالوريا، هناك مشكلة دراسة التلاميذ في قاعات الدراسة مع بداية الموسم الدراسي. هناك ربما توقعات أو ربما استراتيجية لهذه المظاهرة. والسؤال الأخير حقاً على المدارس الخاصة، لا قبل اسمحي لي مدام، قبل المدارس الخاصة السؤال الثاني تاعك ما فهمتوش. لا البكالوريا مش هجرت، غياب. قلتي لي هجرت، ما فهمتش انا هجرت. لا هجرة التلاميذ كاين غياب، ما كانش هجرة. الهجرة هي مغادرة الوطن، والغياب هذا درك نقول لك واش الحلول اللي راح نديروها ليه ان شاء الله. إذا بالنسبة للبكالوريا، غياب التلاميذ صحيح ما تقولين أنه مع حلول الثلاثي الثالث من السنة الدراسية يشرح، ومش كل ولكن أبنائنا لأسباب متعددة يشرح، أو منهم من يجنح إلى المراجعة في البيت أو لأمور أخرى، وسنأخذ إجراءات هذه السنة وشيكا للحد من هذه الظاهرة، إجراءات عملية بعد التشاور التحاور مع الشركاء الاجتماعيين وعلى رأسهم أولياء التلاميذ، لأنه المسؤولية مشتركة. صحيح أن لا نتبرأ من مسؤوليتنا على هذه الظاهرة، ولكن كذلك دور الأولياء حاسم في هذا الأمر، دور المجتمع كذلك مهم. ستكون هناك إجراءات لا تسمح لأبنائنا بالغياب، وفي القرار الذي يحكم، القرار الوزاري الذي يحكم تنظيم الوتيرة الدراسية لمستويات الامتحانات، سيتم إقرار إجراءات ستحد من هذه الظاهرة إن شاء الله. الرقمنة أشاطرك الرأي، لكن الرقمنة في قطاع التربية بلغ الدرجة، وأظن أنه لا يختلف معي أحد، أننا بلغنا مستوى كبير من الرقمنة في قطاع التربية. ما هي الرقمنة في قطاع التربية؟ هي تحول رقمي من وضعية إلى وضعية أخرى. الوضعية الجديدة جاءت بالجديد، جاءت بثقافة جديدة، جاءت بمقاربة جديدة. الرقمنة هي الدقة، هي السرعة، هي احترام المواعيد، هي الانضباط في حجز المعلومات، هي الانضباط في الأجيال المحددة، هي الشفافية، هي العدالة الاجتماعية. الرقمنة تأتي بالكثير من المكاسب. صحيح أن بعض الأولياء لقوا صعوبات، ربما هذه الصعوبات مش متعلقة بالرقمنة بقدر ما هي متعلقة بأمور أخرى، لكن نعمل نحن لما أقدمنا على الرقمنة، والرقمنة هي أحد أهم ملفات السيد رئيس الجمهورية، نعلم كنا نعلم علم اليقين أنه ستكون هناك صعوبات، ونرافق هذه الرقمنة بالإعلان، بالتحسيس، بإعطاء المعلومات، بإشاعة ثقافة رقمية جديدة عبر كل الوسائل المتاحة. وكل الأولياء يعني نعطيك أنا في كثير من الأحيان 90% لما نشوف بعض الصعوبات اللي انطرحت هو خطأ في المقاربة. نعطيك مثال بسيط في التعاقد، لما تدخل المنصة التعاقد هناك جزء خاص بالمتعاقدين اللي كانوا متعاقدين في السنة الماضية، وهناك بالنسبة للذي يريد تعاقد جديد جزء خاص به. كاين من القدماء اللي راح يسجل روحه في جديد، والآلة والرقمنة تسير بمنهج وبمنطق، وبالتالي التعامل معها لابد أن يكون دقيق. حتى بالنسبة لي رخص تخفيض السن، احنا رخص تخفيض السن قانون تاعها يمد الحق الأولاد اللي مولودين من أول جانفي 2019 حتى 31 مارس 2019. من الطبيعي
ومن العادي انك تروح تجيب ولدك زايد في ماي ولا في جوان ولا في جوي ولا في اوت ولا في سبتمبر ما يفوتش. هذا مش خلل في الرقمنة، هذا تطبيق القوانين. الرقمنة نقصت كثيرا من تجاوز القوانين، ولكن في المقابل اعطت تسير دقيق، تسير ناجح، واعطت لكل ذي حق حقه. اشكال في الرقمنة مش تكنولوجي، مش تقني. الإشكال هناك مقاومة في بعض الأحيان لهذه الرقمنة لأسباب متعددة لا داعي لذكرها، ولكن مع اليد في اليد إن شاء الله لابد من مرافقة هذا الملف وفتح الطريق على مصراعيه لكل القطاعات لكي يكون هناك تحول رقمي وانتقال رقمي يفيد المجتمع ويأتي بالكثير من الخير لهذه البلاد. سيضفي الشفافية، سيضفي العدالة الاجتماعية. الآن احنا في هذو المتعاقدين الناس ما يعرف مديرية التربية، ما يعرف مؤسسة تربوية قاري وعنده شهادة وساكن في دوار ويسجل روحه. البارح كنت نقرأ في واحد تعليق في أسبوع سجل روحه لقى روحه عنده منصب، ما يعرف واحد، ما عنده تدخل، ما ربما في السابق ما كانش بسهولة. في حين كذلك كان اللي ما عندهش الحق ولا ما عندهش ترتيب لغير، احنا نطبخوا في مناشير وفي مراسيم وفي في قانون. لابد أن ثقافة الرقمنة تجي عندنا، وهذا رقمنا الهدف الأسمى تاعها هو العدالة الاجتماعية، هو تخفيف المعاناة، هو تقليص المسافات، هو تخفيف الجهد، تخفيف التكاليف، خفض التكاليف. كل هذه المكاسب تستاهل باش نرفقوها وباش نعمل سويا إن شاء الله على تجاوز بعض الصعوبات الذي جلها مفتعل وجلها ربما لفقدان مصالح كانت غير مستحقة. Merci madame, vous êtes journaliste, normalement vous connaissez le règlement. ما عندنا حتى علاقة بواش راك تقول لي. حنا علاقتنا بالمدارس الخاصة كاين دفتر أعباء لازم يحترموه، وجاي دفتر أعباء جديد إن شاء الله اللي يزيد يعاون التعليم الخاص في بلادنا ويدعم التعليم العام ويرقي التعليم الخاص ويرقي التعليم الخاص. أما علاقتنا الحالية في ظل القانون الساري المفعول حاليا علاقة بيداغوجية، المراقبة تاع تنفيذ البرنامج الوطني، المرافقة البيداغوجية. أما الأمور الأخرى ما نساوش أن المدرسة الخاصة هي مؤسسة تجارية كذلك ومن حقها تصبو إلى أرباح. ربي يبارك للناس كل. الضوابط التجارية والقانونية عندها أحكام أخرى تحكمها اللي هي تشرف عليها وزارات أخرى. أما ما يخصنا فنحن علاقتنا الحالية والتي ستتوسع في القانون المقبل، لأنه من حق وزارة التربية ومن حق الدولة أن تضمن نفس الحقوق ونفس الواجبات لأبنائنا سواء في التعليم العمومي أو التعليم الخاص، لأن في الحقيقة هي منظومة واحدة، الأهداف واحدة، البرنامج واحد، المقاصد واحدة. اللي يقرأ في ليكول بريفي ولا في ليكول بوبليك سي لي زونفون الجيريان. ممكن المدرسة الخاصة دير إضافات مرخص بها ومن حقها، لكن هذه واش كنتي تقولي الأسعار من الأسعار، هذه أمر آخر يخضع إلى ما التزم به منشئ هذه المدرسة مع القوانين التي تتبعها وزارة التجارة ووزارة الأخرى. Oui, on va continuer, c'est tout à fait normal. الإنجليزية على كل حال قررها السيد الرئيس في التعليم الابتدائي،
اطلع على تقارير بعد سنة من تنسيبها وثبتها في النظام التربوي الجزائري، والنتائج ممتازة لهذه اللغة في هذا السن وفي هذا الطور في هذه المرحلة التعليمية. في هذه السنة بطبيعة الحال سنستكمل كل أركان تنصيب هذه اللغة في النظام التربوي الجزائري في الابتدائي، إذن نصبناها في السنة الثالثة ثم الرابعة، وفي هذه السنة ستنصب هي شرعنا في تنصيبها بابتداء اليوم في السنة الخامسة بكل مقتضياتها من برامج ومن أدوات بيداغوجية مرافقة ومن كتاب مدرسي. والكتاب لهذه السنة هو موجود الآن على مستوى كل مدارس التعليم الابتدائي، هو نجاح كبير في تنصيب هذه اللغة. الفضل يرجع لله السيد الرئيس، هنيئا للنظام التربوي الجزائري. وستكون هناك كذلك تبعات وتداعيات تنصيب هذه اللغة في البداية بالنسبة للتعليم المتوسط والتعليم الثانوي اتباعا، لأنه لابد من إعادة النظر في البرامج لكي تكون في نص النسق. إذن ما سألتونيش على بعض من الأمور، أنا نقول لكم أنه اليوم عندنا 11,709,830 تلميذ وتلميذة التحقوا بأكثر من 29,000 يعني 29,415 مؤسسة تعليمية. أتمنى أن تكون في ظروف حسنة إن شاء الله. كثير من الهياكل والمرافق التربوية تم استلامها، وسنستكمل استلام 604 هيكل مدرسي قاعدي، منها 354 مدرسة ابتدائية، منها 162 متوسطة، منها 88 ثانوية، منها 459 مطعم مدرسي، منها 70 نصف داخلية، وفيها كذلك العديد من المرافق الرياضية سيتم استلامها إن شاء الله. وهذه كلها ستتداعى بالإيجاب على نسب شغل الحجرات في الابتدائي وعلى عدد أبنائنا في الفصول التربوية في المتوسط والثانوي. التأطير كذلك بلغ 1,019,018 إطار في قطاع التربية إطار وعامل، منها 611,717 أستاذ وأستاذة، أحييهم فيها اليوم وأخبر رجوعهم إلى الأقسام، وأوصيهم خيرا بأبنائنا. أبنائنا هم وديعة في أعناقنا جميعا، وفي الدرجة الأولى وفي الخطوط الأولى وفي المقام الأول في أعناق وفي ذمم أساتذتنا الكرام الذين يسعى السيد رئيس الجمهورية إلى إعطائهم المصف الذي يستحقونه. هؤلاء التلاميذ وهذا الكم والعدد كبير من المؤطرين سيقومون إن شاء الله بتكفل أحسن تكفل بأبنائنا. هناك كذلك أكثر من 400,000 بالنسبة لموظفي التأطير من مديرين ومن كل أسلاك الإدارية، وكذلك من عمال مهنيين وكل العاملين في هذا القطاع، أحييهم فيها اليوم وأهب بهم وأطلب منهم رص الصفوف والالتفاف حول مصلحة المدرسة، ومصلحة المدرسة من مصلحة الوطن. وبالتالي أتمنى أن يكون موسم ناجح كما كان الموسم الدراسي السابق، والذي تكلل بنتائج هي الأولى وهي الأهم بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا منذ استقلال بلادنا. حفظ الله الجزائر والجزائريين ووفقنا لما فيه الخير للبلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله.